الفراخ المحشيه بالطماطم الجافه، سندري توماتو، الطماطم الجافه عندي، صدور دجاج، فلفل احمر، توم، طماطم، طماطم ايه مخفوقه، ايه مخففه ولا مجففه؟ مجففه، معلش معايا حقك عليا حنين. زعتر، جبنه بيتا، بقسماط، زيتون، زيت زيتون، ملح وفلفل، بصل اللي هو سبرينج اونيون للتزيين. والله انا مش عارف اعملها ازاي بس هتطلع. المهم المخرج بيقول لي كان في ايدك شويه بطاطس بتلعب فيهم، راحوا فين؟ باظوا منك؟ حاضر هوريهم لك في الفرن يا حبيبي. حاضر. حبة ملح، حبة فلفل، حبة بقسماط، حبة زعتر، وآدي خلي البوز قدام. نرجع تاني، حبة زعتر، ملح وفلفل، ساندري طماطو، دي طماطم مجففة، حلو الكلام يا باشا، قال لي مش وحش، وادي الجبنة بتاعتي. ادي قطعة، ادي قطعة، ادي قطعة، ادي قطعة، كده يا ريت يعني، ده بتبقى جميلة اسكندرية في الشتاء. يا سلام، ولا يهمك أي حاجة، عسل عسل اسكندرية، أنا أحبها جدا في الشتاء. بنعمل الصلصة بتاعت الفراخ بتاعتي عشان نشوف هنعمل فيها إيه. كده عايز أقشر الطماطم بسرعة، حطيتها في الزيت كده، تقوم ايه تقشر معايا بسرعة فائق اهي كده. البصلية على النار، التوم ولا ايه؟ والله انت لو عايزة تستني مية حطي، عندك زيت حطي اهي، المهم في النهاية تطلع زي ما انا عاملها كده اهو. لو انا مستعجل اعملها كده، عندي زيت جاهز كده. حاضر يا باشا، على عيني يا عسل. كده نبص على الفرن بتاعنا. يا سلام عليك يا ابن البلد، يا سلام عليك يا ابن البلد. اوطي بس النار عليه كده واسيبه ياخد راحته براحته 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 اهو. نجيب دول كده اهو، ونجيب دي هنا اهو.
زيت. بعد كده اهزها اول ما تقلب معايا. يا جانا. الو. ايوه يا جانا. ايوه يا سيدي، ازيك؟ ازاي حضرتك يا جانا؟ لو سمحت عاوزه طريقه عمل اللازانيا. لازانيا على عيني يا ست الكل. حاجه تانية؟ لا شكرا. رحمك الله ابو سريع. طيب كده هنا بنظبط اللون، فلفل احمر ينفع في اليوم الابيض.